الفنان شريف رمزي. اهلا وسهلا. منورنا في اون سيت. اخبارك ايه؟ كله تمام. كله تمام. كله تمام الحمد لله. ايه بقى؟ ايه بقى؟ هنعمل ايه بقى؟ هنقول ايه كده؟ هنتكلم عن مهرجان القاهرة بقى مننا موجودين في المهرجان. ايه والله دي صدفة جميلة. احنا كان من زمان الحقيقة عايز اتكلم عن مهرجان القاهرة طبعا، وده الحمد لله ان انت يعني اتحتي لي الفرصة الحلوة دي. ميرسي يا شيرين قوي قوي. اتفضلي، عندك أسئلة ايه؟ شوف كتير بقى. يلا يلا حاجات كتير قوي. يلا اتفضلي اتفضلي انا معاك. اول حاجة، أيوة، بما اننا النهاردة موجودين في مهرجان القاهرة السينمائي، برغم الظروف الصعبة جدا اللي مش بس مصر بتمر بيها، العالم كله يعني، فانت ايه رايك في ان احنا قدرنا نحقق ده؟ انا شايف ان احنا ابطال. اكيد حقيقي. انا شايف ان كل مواطن مصري بطل انه عاش لديسمبر 2020. ده في حد ذاته انجاز، لازم ياخدوا عليه جوائز. نكرم بقى الناس اللي هو ما شاء الله عليكم، الحمد لله ان انتم عديتوا وصلتوا لديسمبر. ده كان حلم كبير. ليفل واحد ان احنا كمان نقدر نعمل كل الحاجات الدوليه والمحافل الكبيره والايفنتس الكبيره اللي هي اهمها في صناعة السينما، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. ده أنا أعتقد شيء يعني مبهر جدا. طبعا الدورة دي ثالث دورة الحفظي، والدورة الـ 42 للمهرجان. ده شيء بالنسبة لنا تطلع بهذا الشكل والإقبال ده والجلامر ده والإبهار ده. إبهار شيء أنت عظيم. قلت الكلمة صح. حقيقة يعني أنا شايف إن هم يحسب لهم ويترفع لهم القبعة. طبعا لا. إيه رأيك في شعار المهرجان؟ لا حياة بدون فن. حقيقي حقيقي. طبعا لا حياة بدون فن. طبعا الفن والإبداع دي حاجة يعني هي الغذاء بتاع الروح. انت النهاردة لما انت يعني جسمك مفروض يأكل عشان يعيش، روحك مفروض تأكل. صح. تأكل ايه؟ تأكل فن، تتفرج على السينما، تسمع موسيقى، تقرأ شعر، تقرأ أدب، تشوف مسلسلات، تسمع حاجات. يعني قصدي دي ده حاجات، ده اللي بيغذي، ده اللي بيغذي روحنا. انت النهاردة مين مش متضايق النهاردة ما بيقعدش في عربيته يسمع مزيك؟ صح. مين في العالم ما بيعرفش يتفرج على افلام او ما بيحبش الافلام او المسلسلات او الفن؟ طب شيرين احكي لي كده، ايه الفيلم اللي شفته، فيلم عربي تكون شفته من قريب وحاسس الفيلم ده لازم ياخد اوسكار، الفيلم ده لازم يترشح للاوسكار؟ الفيل الازرق. الفيل الازرق، الفيل الازرق اتنين. ده فيلم ايه اللي لفت نظرك فيه حسيت ان لازم يتروح للاوسكار؟ فيري ويل ميد، مبهر، كل الجوانب فيه مكتمله، من تمثيل لاخراج لتاليف لموسيقى لملابس لديكور لمونتاج لافيشات لكل حاجه. يعني فيلم مهم وفيلم بنفتخر به ومبسوطين ان هو مصري ومبسوطين انه عمل طبعا اعلى ايراد في تاريخ السينما. هنشوفك بقى في ايه قريب يا شريف؟ احنا بنشوفك في مهرجان الجونه، شفناك في مهرجان القاهره، عايزين نشوفك بقى في فيلم بقى في مسلسل. ها انا مش يعني بشتغل الحاجات اللي انا بحبها. وانا بقالي فتره كبيره طبعا ايه مشاكل ورا بعضها وجائحه ومش عارف ايه وازمه اقتصاديه وظروف السينما كانت ما هياش في احسن حال وحاجات ما كانش عندي حاجات بتتعرض عليا حلوه ادخل ابقى نفسي اعملها. انا اتمنى يتعرض عليا حاجه حلوه تحمسني ان انا انزل اعملها. حتى يعني انا عايز اقول لك انا ما عنديش مشكله انزل اعمل دور وجه جديد يعني. يعني انه يبقى بعد اللي انت وصلت له ده شايف تعمل دور لسه يعني ضيف شرف، بس يبقى حلو يعني. لو طلع مشهد واحد في فيلم حلو انا هروح اعمله. لا نتمنى بقى ان انت تلاقي دور الحلو او فضي نفسك شويه من الحاجات اللي وراك عشان طبعًا تبتدي طبعًا لا شك زي زمان نشوفك بقى في افلام اكتر ومسلسلات اكتر، ان فعلا بقى لنا فتره ونفسنا. انا وحشني الشغل، وحشني التمثيل الحقيقه. فان شاء الله اعمل حاجه حلوه باذن الله، بس الاقيها ان شاء الله. ان شاء الله. شريف انا بشكرك جدا جدا كالعاده، واستمتعت جدا جدا كالعاده. أنا كمان. يعني ببقى قاعده يعني ببقى مبسوطه جدا ان بيبقى في فرصه متاحه ان احنا نقعد ندردش مع طبعًا بعض كده. طبعا طبعا انا اللي سعيد ان انا ابقى معاك. اول ما قالوا شيرين قلت لهم لا، ده انا كنت داخل الفيلم وتقول لي اجي اعمل حوار شيرين الاول وبعدين نشوف الفيلم. ربنا انا مبسوط ان انا معاكي وميرسي ليكي ولكل الساده المشاهدين. ربنا يخليك، وبنتمنى نشوفك قريب على شاشه التلفزيون او شاشه السينما باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا.